بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. بإذن الله، زي ما تعودنا كده في آخر 10 أيام من رمضان بنتحرى مع بعض ليلة القدر. والمفهوم من أحاديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن هو يعني سمح إننا نتحراها، يعني عشان نعرف إحنا أصبناها ولا لأ. تمام، احنا كنا تحرينا مع بعض ليلة 21 وليلة 23، وربنا وفقنا ان شاء الله الحمد لله يعني في ليلة 25، والنهاردة ليلة 27، صبيحة 27 رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين. السنة الجاية يا رب كده، يا رب نبقى جمعا عند سيدنا النبي ان شاء الله، وربنا يكتبها لنا بإذن الله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو، عفو عنا يا ارحم الراحمين يا رب. هو انا مش عارف الشمس ليه يعني اتاخرت، هو المفروض ان هي بتطلع على 5:35، بس يعني تقريبا النهارده اجازه او حاجه يعني، بس ان شاء الله خير يا رب. كنا اتكلمنا عن بعض الاحاديث الصحيحه اللي تم ذكرها في ليله القدر، اهميه ليله القدر وعلامتها، وازاي تعرف ان انت اصبتها ولا لا. من ضمن الاحاديث دي، في اول يوم طبعا في احد الزملاء لفت نظري ان في الكومنتات، طبعا في ان في حديث من الاحاديث اللي انا قلتها ضعيف او مكذوب او موضوع، وده اللي خلاني رحت دورت، وفعلا لقيت ان في بعض الاحاديث مش صحيحه، وده طبعا كانت غلطه مني طبعا، وما ابرئ نفسي يعني طبعا. فده كان يوم 21. يوم 23 بقى جبت الاحاديث الصحيحه في ليله القدر. اللي فهمته انا يعني على قد فهمي وعلى قد اجتهادي، اللي فهمته ان ليله القدر هي مش ليله واحده، لا هي بتيجي مره واحده في السنه، لكنها مش ثابته. يعني في سنة ممكن تبقى 21، سنة تبقى 23، 25، 27، 29، أيا كان. ده في اعتقادي الشخصي أنا. في اعتقادي الشخصي. السواد العام بقى مننا كمسلمين بيعتقد إن هي ليلة 27، الليلة اللي إحنا فيها دي. معرفش ليه، بس أنا عن نفسي يعني طول عمري مفكر إن ليلة القدر هي ليلة 27. الشمس بدأت في الظهور اهي، بسم الله ما شاء الله اهي. بسم الله ما شاء الله، هي شبيهة بليلة 23، شبيهة جدا بيها. حتى الليلة النهاردة شبيهة بليلة 23، يعني كانت من أجمل الليالي، وأنا كنت أحسب إن أنا أصبت يعني إننا أصبنا ليلة القدر ليلة 23. طيب النهاردة بقى يعني إحنا هندردش مع بعض 5 دقايق بس على ما توضح تشرق الشمس بإذن الله. النهاردة جبت كتاب اللي هو مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري اهو. تمام اهو، مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري. في أحاديث جميلة وردت عن فضل الصيام وليلة القدر، هنقولها مع بعض. تمام، يعني اسمحوا لي ان انا ايه اقراها على حضراتكم.
عن باب الاعتكاف طبعا، ويعني الاعتكاف كان السنة دي ممنوع للأسف، يعني مش عارف ليه، يعني ربنا يهدي يا رب. في باب الاعتكاف عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ورد حديث كتير أنه كان بيعتكف في العشر الأواخر من رمضان، والاعتكاف ليه ثواب كبير طبعا، يعني بسم الله ما شاء الله حاجة. طيب زي ما قلت لكم ان السواد الاعظم مننا كمسلمين بيعتقد ان ليلة 27 وهي بشائرها واضحة بسم الله ما شاء الله هي ليلة القدر. ده ناتج عن ايه؟ في حديث عن سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال أبي في ليلة القدر: والله إني لأعلمها. وفي رواية: وأكبر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. يعني سيدنا أبي بن أبي كعب، تمام، سيدنا أبي بن كعب بيقول يعني هو أعلم الناس بيها، لأنه كان حاضر مع سيدنا النبي وقال لهم قوموها، يعني قيموا الليل في هذه الليلة اللي هي ليلة 27 رمضان. والنهاردة الشمس بسم الله ما شاء الله، يعني هي كده طالعة معانا في 3 أيام، طالعة معانا بدون شعاع، مفيش غير يوم بس اللي هو يوم 25 كان في ضباب كده في الجو وكان الجو مش مظبوط، فهو ده اللي طلعت معانا، يعني شفنا شعاعها وشفنا وصورناها كمان. في احاديث تانية عن ليلة القدر، احاديث كتيرة طبعا، بس دي الاحاديث صحيحة، ده صحيح مسلم. انا دلوقتي بقرأ عليكم من كتاب مختصر صحيح مسلم، تمام، في الصفحة 196 مكتوب كده: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها. هو في حد بيسأل، أستاذ محمد حيزة بزيد من الإخوة العرب بيسأل: ثبتت ولا لا؟ هي قدامنا بأمانة، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة. أم أحمد كاتبة: اللهم إني أسألك الذرية الصالحة يا رب، اللهم أعطيها الذرية الصالحة يا رب، هي وكل من حرم. مروان، أستاذ مروان بيقول: هل أدركناها يا أخي؟ بإذن الله ربنا يكتبها لك وتكون من الناس اللي أصابتها، ويعني ربنا يديك خيرها، خير من 1000 شهر 83 سنة، 1000 شهر 83 سنة وثلاثة من عشرة، فربنا يبلغها لك يا رب، ربنا يرزق كل واحد حرم من نعمة الذرية، ربنا يا رب كده يكتب له الذرية الصالحة. الذرية الصالحة هي أهم من الذرية فقط، الذرية الصالحة تعينك على الدنيا. نرجع لباب فضل ليلة القدر عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، يعني ربنا وراها لهم في 7 الأواخر، ناموا وشافوها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحراها في 7 الأواخر، يعني من ليلة 23 لآخر الشهر 23 و25 و27 و29. ده حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مكتوب قدامه كده، رواه البخاري، ده في صحيح مسلم، مختصر صحيح مسلم في الصفحة 196، برضك للي عايز يرجع للمعلومة ويتأكد منها، لأن أنا ما عنديش استعداد إن أنا أشيل وزر إن أنا أقول معلومة غلط على الملأ للمسلمين، وإن كنت عملتها قبل كده فأنا أتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى وأتوب إليه. في حديث تاني جميل عن عبد الله بن أنيس
عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، يعني شافها بس نسيها بعد كده. وأراني صبحها أسجد في ماء وطين، يعني الصبح بتاعها كده كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يسجد في ماء وطين. قال: فمطرنا ليلة 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. يعني علامة من العلامات تحصل أو ما تحصلش إن بيبقى فيه مطر. فبرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وقال إن هو حلم أو جات له رؤية إن هي فيها مطر، فصلى بيهم، فالصبح لما صبح عليه كان لحيته مبلولة من المية والطين اللي في المسجد. اللهم بلغنا يا رب كده الركوع في مسجد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا رب، ربنا ينولها لنا جميعا يا رب بإذن الله. أستاذ محمد عاطف: لا، ملهاش شعاع، يعني أنا مش شايف ليها شعاع بصراحة، يعني زي ما حضرتك شايف كده ملهاش شعاع، الشمس زي ما احنا كلنا شايفين بسم الله ما شاء الله. وقيل ان ملهاش شعاع علشان الملائكة وهي بتصعد للسماء اليوم ده او بتنزل الى الارض هي بتحجب الشعاع بتاع الشمس، فهو ده السبب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ابن نمير: التمسوا، وقال وكيع: تحروا. يعني ابن نمير قال التمسوا، ووكيع قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فأتمنى لكم أن تكونوا أصبتوها النهاردة يا رب كده، وربنا يجعلنا من المقبولين ويقبلنا في رمضان وفي غير رمضان. ربنا يزيدكم بركة سرور وبهجة، ويشرح صدورنا ويكشف عننا أي غمة، ويهدينا للطريق الصحيح. عاوز أكد على معلومة وانا بدور في فضل ليلة القدر، قابلتني معلومة حلوة. معلومة بتقول ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصيام في يومين او ثلاثة، يوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى ويوم الجمعة المنفرد. يوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى ويوم الجمعة المنفرد، فدول الثلاث اوقات. يعني سيدنا النبي قال لنا افرحوا بإذن الله. هي الأقرب يا ست أم محمد، يعني إن شاء الله هي الأقرب وملهاش شعاع، يعني بإذن الله ملهاش شعاع، أنا حتى الآن أراها بدون شعاع. آخر معلومة أو المعلومة اللي قبل الأخيرة اللي عايز أقولها، ويعني اللي عايز أكد عليها، اللي هو باب قضاء الصيام عن الميت. يعني لو في حد ميت وهو مريض، مفروض إن ورثته اللي هم أولاده أو إخواته بيقضوا عنه هذا الدين، لأن ده دين لربنا. أستاذ محمد خالد، الله يا استاذ محمد احنا بنلتمسها، لكن هي كل الدلائل بتقول ان هي زيها زي ليلة 23، نفس الطمأنينة والسكون والراحة، الشمس زي ما انت شايف كده ملهاش شعاع، احنا مطمئنين، ما نعرفش مطرت في حتة ولا لا، فلو حضرتك مطرت عندك بلغنا.
استاذ ابراهيم ابو اليمان فعلا ليله 25 كانت، لا ليله 25 عندنا كانت بشعاع، حتى انا مصورها مقطع ممكن ابعته لحضرتك. لكن ليله 21 و23 و27 اللي هي النهارده فهي بدون شعاع، لكن ليله 25 انا شاهد ان هي كانت بشعاع، رغم ان كان في سحب بس هي كانت بشعاع. الليله ست ام الورد كاتبه الليله كانت بالامارات في مطر خفيف وسحب ورعد كمان، بسم الله ما شاء الله. من سوريا شفناها اول ما طلعت الشعاع كان كبير. الله اعلم استاذ ابراهيم ابو اليمان، الشمس فيها شعاع شديد، الله اعلم. لا يمكن لو حضرتك متابع من عندي من هنا فده ممكن يكون عيب التصوير، لكن انا شخصيا مش شايفها بشعاع. حبيب بن بيقول مطرت عندنا. فين مطرت عندنا؟ في الجزائر اخوانا، مطرت في اكتر من حته، مطرت في الامارات، مطرت في الجزائر، بسم الله ما شاء الله، كلها علامات يعني نحسبها على خير يا رب. استاذ محمد علاء، لا من عندي استاذ محمد، ربنا يهدينا يا رب كده ويعفو عننا يا رب باذن الله ويجعلنا من المقبولين. خليني اقول لكم على المعلومه لعلها تكون في ميزان حسناتي وميزان حسناتكم باذن الله، وهي اللي تدخلنا الجنه يا رب يا رب. الانسان المسلم ممكن يقول معلومه تدخله الجنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي ماتت وعليها صوم شهر، فقال ارايت لو كان عليها دين اكنت تقضينه؟ قالت نعم، قال فدين الله احق بالقضاء. ست امها ماتت، اللهم احفظ امهاتنا يا رب وامهات المسلمين، فجت لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. والله الواحد بيحسد الناس دي، والله والله الناس دي لما كانوا يشق عليهم امر كانوا بيروحوا لسيدنا النبي يسالوه، لكان عندهم واحد يلا ملوش لزوم الكلام. المهم راحت لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام فسالته، والدتها توفاها الله، فبتقول له والدتي كان عليها شهر صيام، امراه عجوزه طبعا وامراه طبعا ظروفها بتقتضي كده، فشهر عليها شهر صيام. فقالت له هل وجب علي القضاء؟ قال لها شفتي لو كان عليها دين فلوس لحد كنت هتقضيه؟ قالت له كنت هقضيه. قال لها فدين ربنا اولى. استاذ محمد خالد، طب انا ما كنتش عارف ان الاعمال ما بتتحسبش من بعد الفجر، بس انا صليت كتير وقعدت ادعي كتير بعد الفجر على طول، ما كنتش اعرف والله ان الاعمال مش بتتحسب من بعد الفجر، فسؤالي هنا هل لو ليله القدر النهارده اعمالي تتحسب؟ استاذ محمد ربنا بيقبل المسلمين في كل وقت، ربنا بيقبلنا باذن الله. يعني نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يهديك وان يرزقك وان يعلمك وان يغنيك وان يجعلك من المقبولين دايما يا رب. استاذ عبدو لويز، كلاب جارنا تنبح كل يوم دون توقف ما عدا اليوم لم تنبح ولا مره. الحديث ده بالذات اللي خلاني دورت في الاحاديث الصحيحه والمكذوبه في ليله القدر. الحديث ده بالذات اللي هو بيقول ان الكلاب تنبح او لا، هو حديث مكذوب لم يرد عن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فانها نبحت او لا ممكن تكون وممكن تكون لا، فانا ما اعرفش. سلام هي حتى مطلع الفجر. استاذ محمد سنوسي صديقي واخويا محترم طبعا، والله انا بحبك في الله، ربنا يزيدك يا رب. فخلونا عن باب قضاء دين الميت. اللي عنده حد توفاه الله وعليه صيام يصوم مكانه، اللي عليه صيام يصوم مكانه، ده دين لربنا سبحانه وتعالى. استاذة مي احمد، ان شاء الله تكون هي ليلة القدر يا رب، ان شاء الله تكون هي، بس اوعدك ان مش فاضل غير 3 ايام. لو كنا قصرنا في اللي فات فربنا يعني يسد هذا التقصير والعجز في اللي جاي ان شاء الله، وتقبلنا بقبول حسن يا رب. الحديث الثاني في قضاء صيام عن الميت، عن بريدة رضي الله عنه قال بينما انا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اتته امراه فقالت اني تصدقت على امي بجاريه
وإنها ماتت. قال: فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي، حجي عنها. النهاردة في علامات باينة لليلة القدر، علامات مريحة، علامات الظهور بدون شعاع، الليلة هادية طيبة، أمطرت في أكتر من مكان، زي أصدقائي المتابعين اللي موجودين معايا بيقولوا إن هي في الجزائر مطرت مطر خفيف، وفي الإمارات مطرت مطر خفيف. ربنا ينصركم يا رب في سوريا. أنا في سوريا شعرت بسكينة جدا وخشوع في الدعاء، لكني لم أرصد الشمس، لأننا كلنا بنكمل بعض رصدناها ليك في مصر، وهي قدامك بإذن الله تكون، يعني تكون أصبتها بإذن الله. أستاذ هشام الجبالي طبعا المنشد العظيم بتاعنا الراجل المحترم بيقول إن في أنشودة جديدة بعد رمضان إن شاء الله هنسجلها بإذن الله. هنيئا لمن قام بها، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا بإذن الله. أستاذ أسامة أيمن أسعد بيقول: هل ليلة القدر اللي فاتت بإذن الله تكون هي الليلة التي فاتت، وربنا كده إن شاء الله يرزقنا من حيث لا نحتسب. كل سنة وحضراتكم طيبين، عيدكم مبارك بإذن الله، وشهركم مبارك، ويومكم مبارك. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويهدينا لأحسنها. كل سنة وحضراتكم طيبين. أستاذ محمد خالد، ربنا هيقبل منك بإذن الله، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقبل منك أعمالك دائما وأبدا يا رب إن شاء الله. يا رب أجمل شعب مصر، ادعوا لي يفرج الله عني ويحقق لي مطلبي، الله يبارك بعمرك. دايموند سكاي، يعني أنا مش عارف يعني حضرتك ولا حضرتك، ربنا يرزقك يا رب بالذرية الصالحة وبالزوجة الصالحة أو بالزوج الصالح وبرزق لا ينفد، ويعني بركة في العمر. وربنا إن كان والديك على قيد الحياة ربنا يبارك فيهم، وإن كانوا عند الله سبحانه وتعالى ربنا يتقبلهم بقبول حسن ويعفو عنهم. كل سنة وحضراتكم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر كلامي: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.